يد عاملة مهمة تقطن بمنطقة عين حرودة تنعش شرايين مصانع ومعامل عين سبع وسيدي البرنوس، لكن إصابة بعض العمال بالفيروس أربك الأقارب والجيران كذلك. حنا خويا كنتسجلت عندنا جوج حالات في الشركة ديالنا، صافي قررنا نحبسوا العمل، خفنا على ريوسنا وخفنا على العائلات ديالنا. رب العمل ديالنا مشي هو اللي حبسنا، حنا اللي قررنا نحبسوا، خفنا على الأسر ديالنا دابا. ودابا حاليا طلبوا منا التحاليل ديالنا، بدينا من نهار اثنين تقريبا، حاليا دابا تقريبا وصلنا شي 100 حالة تقريبا. في ظل هذه الكثافة السكانية واختلاط العمال بأوساطهم العائلية والمهنية، أصبح من الصعب التكهن بما ستحمله الأيام المقبلة. حنا في عين حرودة مؤخرا خرجوا جوج بقعة صناعية، اللي وصلنا لواحد الحالة دابا تقريبا على حسب العين ديالنا شي 31 حالة، كلهم مخالفين من الشركات الصناعية ديال البرنوصي ديال عين السبع. حنا اللي كنطالبوا من المسؤولين ومن السلطات المحلية أن هاد الشركات أما يديروا الوعي ديالهم أو اللي يسدوا ليتما يتحل هذا المشكل. في ظل تزايد عدد المصابين الوافدين من المناطق الصناعية والمهنية، ما هي الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها من قبل الفاعلين الصناعيين لتضويق رقعة انتشار فيروس كورونا؟ نحن نتحدث عن أكبر منطقة صناعية بالمغرب تقع فوق مجالين ترابيين شاسعين. أي دور للتكتل الصناعي في حماية المستخدمين والعمال كذلك؟ حنا كجمعية تصلنا بجميع الشركات وعيناهم إطار تحسيس، إطار عمليات ديال التحسيس ولا سونسيبيليزاسيون لأجل وضع الوسائل الوقائية للوباء. ولكن علاش الشركات ما نقصش العدد ديال العمال؟ لا، الشركات كلها ما كنهضروش على، كنهضروا على 570 شركة تقريبا في الحي الصناعي، لكانت عندنا شركة وحدة اللي بينت البؤرة، أما الشركات كلهم اللي في الحي الصناعي كلهم ناقصين العدد ديال العمال ديالهم، وكلهم كاينين منهم اللي غارقين كاريمون اللي في اللوزين ديالهم منذ مدة طويلة ملي بدا الكونفينمون. بالأرقام هناك حوالي 237 شخصا من المخالطين للحالات المصابة. سباق ضد الساعة لتحديد عدد الإصابات من خلال إجراء الفحوصات الطبية. بالنسبة للعدد اللي ولا بزاف عندنا في المحمدية ونتيجة هاد الناس هادو خدامين في المحمدية ولكن خدامين في مناطق ديال الدار البيضاء، هما اللي كثر البرنوصي، هما اللي كثر هاد العدد ديالنا ديال هاد الإصابات اللي كاينين في المحمدية. وهاد لاحظنا لا بليبار ساكنين في شلالات وفي بني خلف وفي عين حرودة. تبذل السلطات المحلية ومع الأطقم الطبية جهودا مضنية لاحتواء الوضع وإخضاع المخالطين للفحوصات الطبية الضرورية قبل أن ينفلت الفيروس إلى وجهة أخرى ويخلق بؤرة جديدة.